ختام. طبعا الضيافه اليوم مقدمه من مطبخ الصنعات التابع لجمعيه ريف. ما يخفاكم يعني جمعيه ريف هذه الجمعيه التي تعنى بتنميه المجتمعات الريفيه في المملكه العربيه السعوديه في بلادنا، لها ايدي بيضاء لاهل من البر والاحسان للمستحقين والمحتاجين في جميع ارياف بلادنا. هذه الجمعيه تنتظر منكم العطاء. طبعا تدخل على الموقع الخاص بها، على حسابها، على المتجر، تجدون برامجهم، نشاطاتهم، جهودهم، أعمال البر التي يقومون بها، كذلك دعم الأسر المنتجة في مثل مطبخ الصنعات وغيره. رائع جدا، جهد جميل جدا، يعكس تطور وبذل ورقي وجودة في العمل الخيري في بلادنا ولله الحمد. أنا أقول يا إخواني الوقف الخاص بالجمعية ترى لا يكلف فقط، هو كاملا 6 ملايين فقط، الوقف كامل 6 ملايين. والله لو ينبري لها رجل اليوم أو أحد الأخوات ترى عقد لاعب يا مشايخ ما يجيب 6 مليون أبدا، ما تلقى عقد لاعب 6 مليون. كيف عاد وقف يقف لك شاهدا في الدنيا وشاهدا لك يوم لقاء الله عز وجل أنك بذلت وأنفقت وقدمت ترجو ما عند الله. أنت لا ترجو بصدقتك وبذلك وإحسانك وجودك وكرمك إلا ما عند الله عز وجل. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا حمل عباد الله عز وجل على الإنفاق والبذل. مشايخ في آخر الدقائق يعني ما بقي من وقت شيء، شيخ فيصل هذا الوقف الآن التابع لجمعية ريف وقف رسمي تشرف عليه وزارة الجمعية التابعة لوزارة الموارد، توجيهك للمشاهدين في مسألة البذل والإنفاق في مثل هذه الأوقاف المباركة. أقول ترى ما أخرجته هو الذي يبقى وما أمسكته هو الذي يذهب، ولذلك كان السلف بل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف ما أتاه من خيبر، وكذلك الصديق رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أن المال الحقيقي هو ما يبقى لك. وأنت تتأمل اليوم قد تضع هذا المال أحيانا في مأكولات، جوز 100 أو 200 أين ذهبت؟ لكن سبحان الله بركة هذا المال. بعض الناس يظن أنه حينما يشح في العطاء أنه يمسك هذا المال. يقول ابن تيمية قاعدة جميلة، قال إن الإنسان إذا عطلت أوامر الله شرعا أجراها قدره. فالذي يمسك هذا المال ظنا منه أنه يحتبسه حتى لا ينفد فإن الله يخرجه منه بطريقة أخرى. الله. يتعطل جهازه، تحترق سيارته، يصير أي شيء حتى يستخلص الله من هذا المال الذي شح به عن العطاء. ولو أنفقه لبارك الله في أجهزته وأغراضه وأبنائه وصحته وعافيته، لأنك أنت ستخرج. جميل. ولكن بقدر العطاء بقدر ما يبارك الله لك في نفسك ومالك وأهلك وأولادك. جميل. شيخ عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل ينمي للمسلم صدقته كما ينمي أحدكم فلوة. لو عند الإنسان فرس صغيرة ينميها ويحرص عليها إلى أن تكون كبيرة، الله عز وجل ينمي للمسلم صدقته ولو كانت شيئا يسيرا حتى تكون مثل الجبل العظيم. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وجد ظل صدقته، وجد هذا الشيء اليسير الذي بذله في سبيل الله عز وجل كالجبال، بل هو جبل عظيم من الحسنات ما كان يتوقعها، وجاءت في أشد حاجة أشد وقت هو محتاج فيه إلى هذه الحسنات. أنا دائما حتى لو كان ريال الله أكبر، هذا من عظيم فضل الله. أنا أقول دائما سبحان الله أغلى ما يملك العربي الفرس. نعم. وأكبر ما يرى الجبل في عهد رسول الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأغلى ما تملك وبأكبر ما ترى حتى يبين لنا فضل الصدقة. أنا أقول يا إخوة أخوات رسالة مني، تعرفون اليهودية التي من بني إسرائيل البغي التي سقت كلبا ماء ليس في كأس بل في موق، يعني في حذائها أسقت كلب فغفر الله له ودخل الجنة، كيف من يدفع من ماله يبتغي ما عند ربي جل جلاله في كفالة يتيم وإطعام مسكين وكفالة أرملة؟ كل هذا عند الله عز وجل موجود ومرصود. الذي غفر للبغي من بني إسرائيل في شربة ماء لكلب، ألا يغفر للمحسن الذي يدخل اليوم على جواله ولا يراه إلا الله عز وجل، وبعمل يسير يدخل على التطبيق ويستطيع أن ينفق قليل كثير يعلمه ربي ويجازي عليه ويثيب عليه. فالله الله يا إخوة، طبعا في قناة مجد العلمية تباعا يخرج لكم دائما، ومعنا الآن معنا تطبيق الراجح نشاهد سويا في طريقة التحويل الجمعية. وعليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. جمعية ريف لتنمية المجتمعات الريفية فتحت لك بابا للمشاركة معها في برامجها، وذلك من خلال تطبيق الراجح. وش الخطوات؟
خلونا نشوفها معكم خطوة بخطوة. سجل دخولك على حسابك في تطبيق الراجحي، اختر أيقونة التحويل، اختر التحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اختر جمعية تنمية المجتمعات الريفية، اختر التحويل من حساب عام، اختر حسابك، ادخل المبلغ الذي ترغب التبرع به لصالح الوقف، اكتب في خانة الملاحظات التبرع لوقف أهالينا، انقر على التالي ثم على التأكيد، ستصلك رسالة التأكيد، وبهذا تساهم في وقف أهالينا الداعم لتنمية المجتمعات الريفية. تكاتفنا تآخينا، تعاوننا على الدرب يشد هناك أيدينا لنعمر موطن الحب. هذا كان معكم تطبيق الراجحي وطريقة التحويل السهلة اليسيرة للجمعية حتى يستفيد من يستحق صدقاتكم. طبعا أدركنا الأذان في الرياض، احنا على ختام الحلقة ونحن الآن بين الأذان والإقامة، وهذا وقت مستجاب فيه الدعاء. أسأل الله سبحانه كل من بذل وأنفق وقدم أن يقدمه في جنات النعيم ويرفعه في درجات الجنة ويجعله رفيقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بما بذل وأنفق وتصدق، وأسأل الله سبحانه يجعله من نفقه المقبولة المتقبلة المخلوفة يا رب العالمين. تكاتفنا تآخينا، تعاوننا على الدرب يشد هناك أيدينا لنعمر موطن الحب.